مساء وصباح جميل على كل اللي بيتفرجوا. فيديو سريع بمناسبة الخبر اللي أنا حطيته على الفيسبوك بتاع المعجزة العلمية اللي إيلون ماسك أعلن عنها، وهي إنه نجح في زراعة شريحة في المخ بتاعة القرود اللي ما بتشوفش، والشريحة دي ساعدت القرود إنها تبقى بتشوف. و بيقول إن هو هيعمل التجربة دي على الناس قريب، والموضوع يعني شبه محسوم إن الشريحة دي هتخلي الناس تقدر تشوف، الناس اللي اتولدت ما بتشوفش تقدر تشوف. في تجارب اوريدي اتعملت قبل كده بس من غير شريحة مزروعة، بيبقى في مجسات على الرأس وفي نظارة، النظارة دي بتبعت الإشارة للمجسات، المجسات دي بتبعت الإشارة للمخ، فالإنسان بيشوف. إحنا بنشوف بمخنا مش بنشوف بعينينا، العين بتجمع شوية نقط والمخ هو اللي بيجمع النقط دي وبنشوف من خلال مخنا. فأي حد عنده المشكلة دي إيلون ماسك بيقول له أنت هتبقى بتشوف، ودي مش أول مرة نشوف إنجاز علمي بيتكلم على حاجات ما كناش نتوقعها في الماضي. يعني إحنا عندنا اكتشافات كتيرة اتعملت، اختبارات كتيرة اتعملت، الراجل اللي اخترع الأنسولين ده كانت الناس بتموت من مرض السكر، لما الأنسولين اتوجد دي تعتبر معجزة لأن ما كانش في حد بيقدر يعيش وهو عنده سكر قبل الأنسولين. وده خلاني أتكلم، يعني عايز أتكلم على الفرق بين المعجزة الدينية اللي أنا بشوف إنها معجزة مزعومة ما فيش أي دليل عليها، والفرق بين وبينها وبين أي إعجاز علمي أو أي اكتشاف علمي جديد بيحل مشكلة موجود. أنا كتبت شوية نقط علشان الواحد إيه يبقى منظم وهو بيتكلم. يعني فمبدئيا كده المعجزة الدينية هي معجزة، هي قصة بيحكيها الناس، محدش بيشوف أي حاجة، وحتى اللي إحنا بنشوفه بنشوف إن هو كلام مش منطقي. يعني واحد إيه دخل الكنيسة على كرسي عجل وبعدين قام، مبدئيا واضح قوي إن الراجل ده كان بيمشي قبل الفيلم ده. واي قصه بعدين هي تراثيه، هي في الاخر ما فيش اي دليل عليه. يعني لما تقول لي ان الشخص الفلاني ده كان بيفتح اعين العميان، هات لي واحد ونقول، بس هو ما فيش قصه خلاص. بعكس بقى الاكتشاف العلمي او المعجزه العلميه، المعجزه العلميه هي حاجه موثقه ما فيش اي خلاف عليها، عارفين أسرارها، نقدر نكررها، وبتجيب نتائج زي ما بتقول. يعني بتقول أنا هجيب نتيجة مع 90% من الناس، فتلاقي إن 100 واحد يعمل التجربة أو يعمل الإجراء العلمي، ف90% منهم يبقوا يخفوا او ان هم يتحسنوا. بعكس المعجزه الدينيه اللي هي في الاخر عباره عن حاجه عشوائيه استثنائيه تحصل مع واحد، ده لو افترضنا انها حصلت، وما بتحصلش بقى مع ملايين الناس. يعني في واحد يقول لك ايه انا كان عندي المرض الفلاني وخفيت، ونقول بقى سبحان الله والحمد لله وربنا هو اللي نجاه، مع انه هو غالبا راح لدكاتره يعني. وفي نفس الوقت في ناس زيه عندها نفس المرض وعماله تصلي ليل ونهار ومفيش حاجه بتحصل. يبقى في الاخر احنا عندنا حاجتين، حاجه اكتشاف علمي موثق بنقدر نقيسه بنقدر نكرره، حاجه سستينابل، حاجه مستدامه بتحصل بشكل ما فيهوش اي نوع من انواع العشوائيه ولا اي نوع من انواع الاستثناء. المعجزة الدينية مهما كانت خارقة ما بنعرفش سرها، ما بنعرفش ازاي نكررها. يعني مثلا الأقباط يزعمون إن في واحد قدر ينقل جبل موط،
يحرك جبل الموت. هو مبدئيا ما فيش اي دليل علمي على الموضوع ده خالص، لان يعني من خصائص الجبال ان ليها قاعده كبيره تحت الارض، عشان الجبل ده يبقى واقف لازم يبقى فيه حاجه قده تقريبا تحت الارض. فما عندناش حفره بحجم الجبل مكان المكان اللي كان اللي بيقولوا انه كان موجود يعني. ولكن هنفترض انه حصل، هل نعرف مثلا نستفيد بهذه المعجزه في مثلا شق طرق بتعدي وسط الباب؟ هل نقدر مثلا لو قدامنا عايزين نعمل طريق نجيب واحد، فالواحد ده ينقل لنا الجبل؟ بلاش يا عم ينقل لنا الجبل، يا عم ينقل لنا شوية بضايع من مكان لمكان. ما نعرفش، ما فيش. المعجزة هي حاجة استثنائية، ده أساسا لو حصلت وما نقدرش نكررها، ما نقدرش نعتمد عليها لأنها في الآخر عشوائية. زي ما بقول، المعجزة الدينية هي استثناء بتحصل لفرد أو جماعة في لحظة عشوائية وما بنعرفش سرها، بعكس الإعجاز العلمي أو أي منجز علمي، هو شيء مستدام مستمر وموجود ونقدر بنطوره مع الوقت. إنما التانية دي ما تقدرش تعتمد عليها. انا هستفيد ايه مثلا لما تقول لي ان واحد في كوالالمبور صلى لمعرفش مين وخف من المرض بتاعه؟ طب وبقية الناس اللي عندها نفس المرض؟ لا، مع نفسهم، بعكس الاكتشاف العلمي اللي نقدر نديه لاي حد ويشتغل مع كل الناس ويجيب نتائج. انما التاني مع نفسك، واغلب الناس عمرهم ما شافوا معجزة في حياتهم. انما اغلب الناس لما بيجي لهم مرض بيلاقوا علاج، العلاج ده بيخففهم في اغلب الاحوال، خاصة لو مرض يعني بقالنا كتير عملنا عليه ابحاث علمية. المشكلة التانية في المعجزة الدينية هو انها غير عادلة، بتحصل مع واحد وما بتحصلش مع بقية الناس. تحصل مع واحد يقول لك اشكرك يا رب، انت عملت اللي ما كانش اللي كل اللي عملت لي كل اللي انا عايزه، وفي مليون مليون واحد ولا مئات الالاف ولا مئات ولا الملايين عندهم نفس المشكله ما بتتحلش، مع انهم بيصلوا نفس الاله والاله مكبر. ده لو هو في اله اصلا ولو في معجزه اساسا، بعكس وبكده كاننا بنقول لو احنا افترضنا يعني ان المعجزه دي حصلت فعلا مع فرد وملايين الناس ما بتحصلش معاهم، يبقى هذا الاله غير عادل، بيبدي ناس وما بيهتمش بناس، عنده خيار وفقوس، ناس بتصلي فنعالجها، ناس بتصلي ما نعبرهمش. مع ان يعني المفروض لو هو بيحب كل الناس المفروض اي حد يطلبه اي حاجه، اي حد يطلب منه حاجه لو ناوي يعني ان هو يبقى بيدي الناس حاجه يبقى يديها لكل الناس، مش يديها لناس وناس لا. ده بفرض ان المعجزات موجوده. في معجزه حقيقه انا سمعتها من شخصين، واحد مسلم وواحد مسيحي، بنفس التفاصيل بس كل واحد بيحكيها على الدين بتاعه. وانا عايز نحلل المعجزه دي ونشوف هل هي فعلا معجزة ولا هي يعني خيال بشري ضعيف أساسا. المعجزة بتقول إن كان في واحد معاه جاله شوية فلوس، فقرر إن هو عايز يروح يتبرع بالفلوس دي. لو أنت مسيحي هيبقى بيتقال لك وعايز يروح يتبرع لها، يتبرع بالفلوس دي في كنيسة معينة هو بيحبها، والتاني رايح المسلم رايح لجامع علشان يتبرع بالفلوس دي في الجامع اللي هو بيحبه. فالراجل ده ركب تاكسي، التاكسي ده علشان ياخده من المكان للجامع او الكنيسه اللي هو عايز يروح يتبرع فيها. التاكسي بالصدفه يعطل، فالراجل ينزل من التاكسي يسمع واحده واقفه في البلكونه بتصلي لربنا بتقول له انا مش لاقيه اكل وعيالي مش لاقيين ياكلوا وانت اتصرف بقى يا رب. فالراجل بيحس ان ده نداء الهي ليه، فبيطلع للست يديها الفلوس اللي كان هيتبرع بيها، وبيتبرع
الست تبقى فرحانة بالفلوس وتوتا توتا خلصت الحدوتة، وتلاقي الشخص اللي بيحكي القصة دي معتبر ان دي معجزة. هو مبدئيا كون انها كل واحد بيقيفها على الدين بتاعه، دي تخليك تشك اصلا في صحة المعجزة وانها ما حصلتش اساسا. بس تعالى نفترض ان دي معجزة والقصة دي حقيقية وحصلت. ما الست هتاخد الفلوس، هتجيب شوية اكل وتصرف الفلوس وترجع تاني في مفلس، ما احنا ما حليناش مشكلتها. ما المشكلة بتاعتها انت حليتها مؤقتا، الغدوة ولا العشوة اللي جاية ولا اليومين اللي جايين الفلوس خلصت، الست بقت مفلسة تاني ما عندهاش فلوس. الغريب ان كان واحد من اللي بيحكي القصص دي واحد عايش في امريكا. امريكا عندها برامج تكافل اجتماعي للاسر الفقيرة، بتديهم يا اما فلوس يا اما بتديهم كوبونات يجيبوا منها اكل. فامريكا او اي نظام في اي دولة محترمة بتحترم الانسان عندها نظام بيعرف يتكفل بالاسر الفقيرة علشان الناس دي ما تموتش من الجوع. ومش بس كده، ده بيتكفل بعلاجهم لما يتعبوا ببلاش، وبيتكفل بتعليمه ببلاش علشان يأهلهم للسوق العمل، علشان الناس دي تقدر تشتغل وتقدر تعيش حياة كريمة من غير ما تبقى محتاجة تشحت ولا محتاج حد يتبرع لها ولا أي حاجة. أمريكا والدول المتقدمة عملت سيستم، السيستم ده بيخلي المعجزة دي ملهاش معنى. المعجزة اللي احنا بنقول اللي هم شايفينها معجزة وربنا والحق ويشوف، معجزة حصلت مرة مع واحدة كان عندها ما عندهاش فلوس، الفلوس جت هتاكل بيها مرتين ثلاثة، فلوس خلصت، نفس المشكلة، وقعت في نفس المشكلة. الخيال البشري اللي بيألف المعجزات ده مش قادر يدرك إن المجتمعات المتقدمة عرفت تحل المشكلة دي، وبقت ما بقتش مشكلة أصلا، بقت حاجة مستدامة بتتكرر، موجودة، الناس بتستفيد منها، واقعية، مفيش حد محتاج إن هو يصلي علشان ربنا يبعت له فلوس. الحكومة بتبعت لك فلوس، الحكومة بتبعت لك أكل لو أنت مش لاقي تاكل، الحكومة بتعالجك والحكومة بتعلمك علشان تبقى بني آدم تقدر تشتغل وتلاقي شغل كويس ومتبقاش محتاج. هو ده الفرق بين المعجزة الدينية اللي بيألفها الناس، اللي هو يا ريت عندهم خيال كويس، ده عندهم خيال تعبان جدا. النقطة الأخيرة بقى هو الناس اللي بتتبرع. في نوعين من الناس، في واحد بيتبرع إلى الكنيسة والجامع رغبة في تعاطف الإله معاه، وإن الإله يدي له بقى الحاجات اللي هو عايزها ويشفيه من أمراضه ويدخله الكلية اللي هو عايزها ويجيب له الشغل اللي هو عايزه وهكذا. وفي ناس تانية بتتبرع لمؤسسات خيرية بتعمل حلول مستدامة للأفراد والجماعات. بمعنى أنا عايز أشير معاكم مؤسستين أنا شخصيا بتعامل معاهم، لأن أنا بحس إن الناس دي بيعملوا حاجة مفيدة. أول واحدة اسمها تيري فوكس أورجانيزيشن، وتيري فوكس ده راجل كان موجود في السبعينات أو الثمانينات في كندا، جاله نوع من أنواع الكانسر، وقتها ما كانش فيه علاج لهذا النوع، فقرر إن هو يعمل فاند ريزنج اللي هو يعمل حملة جمع تبرعات علشان الناس، علشان يقدر يلم فلوس للمراكز الأبحاث العلمية علشان يلاقوا علاج للنوع بتاع الكانسر اللي عنده. الراجل قرر ان هو يمشي من اقصى اليمين لاقصى من الشرق للغرب بتاع كندا، وعلشان يعرف الناس بالمشكله اللي موجوده ويخلي الناس تتشجع وتتبرع للاورجنايزيشن اللي هو عملها، علشان الاورجنايزيشن دي الفلوس دي تروح لمراكز الابحاث. الراجل ده الحظ لم يحالفه، اتوفى قبل ما يخلص الرحلة بتاعته، ولكن المؤسسة بتاعته ما زالت تعمل لغاية النهاردة. المؤسسة دي بتعمل ماراثونز بيشارك فيها الناس بتتبرع، بيلموا ملايين الدولارات، الدولارات دي بتروح لمراكز الأبحاث العلمية اللي شغالة على ريسورشز بتدور على علاجات للكانسر.
الراجل ده عمل مؤسسة خيرية ناس بتتبرع ليها، بس عكس التبرع للكنيسة والجامع، لأن الفلوس بتاعتها بتروح لمؤسسات بتدور لنا على علاجات جديدة في مجال الكانسر. الأورجانيزيشن التانية اللي أنا كنت عايز أقولها عليها هي الأورجانيزيشن اسمها وورلد فيجن. وورلد فيجن دي مؤسسة بتشوف الأماكن الفقيرة وبتدور على حلول ليهم، بتحاول تجيب لهم تعمل لهم كلين ووتر، يعني الناس دي ما عندهاش ميه نظيفه، بتحاول تلاقي لهم ميه نظيفه، بتحاول تحل مشكله الهانجر الجوع اللي عندهم، بتحاول تبروفايد لهم هيلث كير، الناس دي بيبعتوا لهم هيلث كير ميديكيشنز واكويبمنتس علشان الناس دي تعيش حياه افضل، ولما الناس دي تعيش حياه افضل تبقى ناس منتجه وما تبقاش محتاجه انها حد يبرع لهم تاني. بيدوروا على الناس اللي عندهم ابيوز واستغلال علشان يحموهم. ده فرق كبير جدا بين اللي بتبرع للجامع والكنيسه، علشان الجامع ولا الكنيسه يعملوا رخام ويجيبوا نجف بالكريستالات ويجيبوا ميكروفونات من الذهب، وطمعا في ان ربنا يرضى عليهم علشان لو لما يحللهم مشاكلهم، فده تبرع اناني، تبرع هدفه ان انا ربنا يساعدني في اي حاجه انا عايزها. ده عكس التاني اللي بيتبرع، اللي بيتبرع ده مش محتاج اي حاجه، هو بيتبرع علشان عنده انسانيه وعنده احساس بالغير وعنده الهدف بتاع ان احنا نعمل سستينبل سولوشن، ان احنا يبقى عندنا حاجه مستدامه نقدر نعتمد عليها وتغير شكل المجتمع للأفضل، إن إحنا نلاقي علاج جديد للكانسر، إن إحنا ننتشل قرية في أفريقيا من الفقر والجوع، إن إحنا نحل فعلا مشكلة حقيقية عند البشر. وهو ده التبرع اللي أنا نفسي الناس بدل ما هي عمالة تتبرع بالملايين للمؤسسات الدينية اللي بياخدوا الفلوس دي ويصرفوها على أي حاجة، تماثيل ولا إنشاءات ولا معرفش إيه، ويروحوا يتبرعوا لمؤسسات خيرية بتقدم خدمة حقيقية للناس. في كل مكان أكيد هتلاقي خدمة مستدامة، إنما الخدمات اللي هي هروح أودي أكل للناس وخلاص، لا، دي أنا رأيي ما تعملش كده، ما تروحش دي، روح لحتة بتحاول تنضج بالمجتمع، تقدم حاجة جديدة للمجتمع، تبني مستشفى في مجتمع، في قرية، تبني مدرسة، تبني مكتبة، تبني مسرح. الحاجات دي هي فعلا الحاجات اللي بتفيد البني آدم، وهو ده المفروض ان يكون ده الهدف بتاعنا، ان احنا نحاول نرتقي بحياة البشر اللي محتاجين اي نوع من انواع المساعدة. معرفش اذا كنت طولت عليك ولا لا، بس اتمنى ان احنا نعرف نفرق بين المعجزة الدينية المزعومة اللي مفيش اي دليل عليها وعشوائية كما يدعي اللي بيروي القصص دي، ويا ريتها مستدامة، دي حاجة ما نقدرش نعتمد عليها، حاجة بتحصل مرة مع واحد بيحصلش مع ملايين الناس، بعكس المعجزة العلمية اللي هي مش معجزة ولا حاجة، هو نتيجة بحث ومجهود بشري في محاولة فهم كيف تعمل الأشياء اللي حوالينا علشان نعرف نصلحها لو باظت، وعشان نعرف نستغلها استغلال أنظف واستغلال يفيد البشرية. وأشكركم على إن أنتم قادرين تستحملوا الكلام اللي أنا بقوله، وأتمنى إن الكلام ده يغير في تفكير الناس، على الأقل نفكر فيه، ونحاول نساعد في الاتجاه اللي بيجيب نتائج. إنما فكرة إن أنت تقدم قرابين وذبائح لهذا الإله علشان الإله يرضى عندك أنت بس، يبقى أنت بني آدم أناني ما بتفكرش غير في نفسك، ما تفكر في غيرك، فكر إن الحاجات اللي أنت الحاجات دي ممكن تفيدك في يوم من الأيام، ما أنت زي ما بتدي أكيد في ناس تانية هتديك وهتساعدك. عامة هو كان فيديو سريع، أتمنى إن يكون خفيف عليكم، ونشوفكم مرة تانية في فيديو تاني،
شكرا، سلام.